أهلاً ومرحباً بكم ببرنامج هل تعلم عن إيران؟ وضع الإيرانيون القدماء أول نظام للتبريد أو الثلاجة في العالم. فهل تعلم أن الإيرانيين القدماء أول من ابتكر نظام التبريد أو الثلاجة القديمة وعرف باسم يخجل، وهو عبارة عن هيكل ضخم مقبب مصنوعاً من الطين يستخدم لتخزين الثلج وحفظ الطعام بارداً. ينسب اختراع الثلاجة إلى عهد الملك الإخميني الأول. أتقن سكان إيران منذ حوالي 400 قبل الميلاد تقنية بناء الثلاجة لتخزين الثلج وحفظ الطعام طول فصل الصيف. غالباً ما كانت بيوت الثلج لعامة الناس، وبعضها تخصص لتجارة بيع الثلج، وكانت تجارة مربحة جداً. بنيت الثلاجة بشكل مخروطي من داخلها وعلى شكل قبة بدائية من الخارج بجدران سميكة يصل عرضها إلى مترين لعزل الحرارة. للثلاجة مدخلان، مدخل باتجاه الشمال لتزويد المبنى بالثلج خلال فترة الشتاء، حيث يؤتى بالثلج من البحيرات الجليدية وقمم الجبال، ومدخل من الجنوب يتم استخدامه في منتصف فصل الصيف لأخذ الثلج منه. للثلاجة سلسلة من أبراج الرياح التي تساعد على بقاء الجليد بحادة جيدة خلال فصل الصيف، بالإضافة لثقوب عديدة لزيادة التهوية فيها وخروج الهواء الدافئ منها. تستخدم في بناء الثلاجة مواد خاصة تشبه إلى حد كبير الإسمنت حالياً. عرفت تلك المواد باسم ساروج، وهي تتكون من الرمل والطين، الرماد والجير، شعر الماعز وفرو الغنم، وخلطة من بياض بيض الطيور. تصل درجة الحرارة داخل الثلاجة إلى ما تحت الصفر بكثير، حيث تكون خارجها أكثر من 40 درجة مئوية. كان يصنع من الثلج آنذاك حلويات باردة يضاف إليها عصير الرمان والزعفران أو الفواكه. وبظهور تقنية التبريد هذه، لم يعد المناخ الحار في الصحاري الشاسعة من إيران يمثل عقبة أمام إمكانية شرب الماء البارد وحفظ الأطعمة من الفساد. ومن الثلاجات الباقية في إيران إلى يومنا هذا آثار يخشال كاشمر ومير فتاح.